ولتسليط الضوء أكثر على الجدل الدائر والرفض المستغرب من قبل بعض الأحزاب لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان المهندس والاستشاري في قطاع الكهرباء سحبان فيصل. أهلا بك معنا أستاذ سحبان. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ سحبان. يعني مع استمرار أزمة الكهرباء منذ الاحتلال الأمريكي وحتى الآن، رغم صرف المليارات على هذا القطاع، أين تكمن المشكلة برأيك؟ شكرا جزيلا. باختصار شديد، المشكلة تكمن في غياب الإرادة الوطنية المستقلة، وكذلك غياب الإدارة الحكيمة والنزيهة، الكهرباء منظومة لا تعمل إلا بوجود نظام، وهذا النظام على المستوى الداخلي محكم فنيا يشمل كل الجوانب الفنية، وأيضا يحظى نظام وطني كرأس. المشكلة تكمن باختصار يا أخي الكريم أنه عدم القابلية أو القدرة على توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات. الشاهد على ذلك عدم القدرة على استغلال الغاز العراقي. أيضا هناك كمية كبيرة تعاني من المنظومة الكهربائية في عدم القدرة على معالجة الغازات الكهربائية بأنواعها، ومشكلة عدم الاهتمام والاكتراث لتطور الخاصة الطاقات المعيشة. نعم. الأهم من هذا كله هو وجود خطط حكيمة للمعالجة، وكذلك محاربة الفساد الذي أدى أكثر مما 100 مليون دولار. طيب أستاذ سحبان، من الذي يتحمل مسؤولية أكبر؟ هل هي إيران عن يعني ضعف هذا القطاع؟ هل هي إيران التي تصدر الكهرباء إلى العراق أم الحكومات المتعاقبة؟ الكل يعلم أنه هناك سياسة اقتصادية اتبعتها إيران تجاه العراق، تتمحور في سياسة إفقار أجيال. بالرغم من قيام إيران بقطع إمدادات الغاز والكهرباء، ترى العراق مضطرا بأن يستمر باستيراد الغاز الذي يشغل ثلث المنظومة الكهربائية بحدود 6200 ميجاوات، وكذلك الكهرباء المستورد عبر الخطوط الأربعة يجد الكهرباء بحدود 200 ميجاوات. طبعا هذا يخلق الى املاءات سياسيه فوق الولاءات التبعيه لهم. ايضا يعني بخبرتك في هذا القطاع، هل الربط الكهربائي مع السعوديه يمكنه ان يشكل بديلا مناسبا للعراق برايك؟ نعم. الربط الكهربائي مع السعودية يظهر من إطار تعزيز التعاون العربي في المظاهرات الاقتصادية ومن الطاقة، إضافة إلى لابد من وجود تعاون دائم في موضوع تبادل الطاقة الكهربائية، أعني استيراد وتصدير، وكذلك كسر حدود الاحتكار المفروض الآن في دور التوريد الطاقة الكهربائية من جهة واحدة غير إيران. ولا بد من إيجاد البدائل من أجل استمرار خدمة الكهرباء. إذا الربط الكهربائي يحتل أهمية فنية واقتصادية مستقبلا، أما أن يكون البديل للكهرباء العراقية لا يمكن. ليس الآن وليس. هل هناك تخوفات من تعرض يعني هذه المشاريع مع السعودية لهجوم من قبل الميليشيات، لربما لمنع
إتمام هذه المشاريع؟ نعم، من يتعاون ويقطع إلى الولاءات والعهد التبعية لإيران حريص أن يفشل هكذا مشاريع عربية. يعلم الجميع أنه إيران تسعى إلى احتكار الكهرباء، ليس الكهرباء فقط، كل الجوانب الاقتصادية في العراق تسعى إلى احتكارها وتحييد الآخرين من الاستثمار فيها. إذا نحتاج إلى جهد وطني مستقل لتأمين الكهرباء بشكل آمن. الكل يعلم أن أمن الطاقة يتعلق بشكل مباشر بمفاهيم سيادة الدولة. نعم، إذا كنت ضيفا عبر الهاتف من عمان، المهندس الاستشاري في قطاع الكهرباء سحبان فيصل، شكرا جزيلا لك.